الاسم عاطف جبرين معمر محمد، مواليد 1989، عنوان السكن سوق الجمعة طرونة، متزوج ولدي ولد وابنة. تم القبض علي من قبل قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بسبب واقعة الاغتصاب. حدثت الواقعة يوم الخميس الموافق 3/6/2021 الساعة 4 مساء. كنت مجهز في شقتي لناوي نبي نأجرها، أخذت السخان الكهربائي والبومبة المنزلية، نزلت بيهم وحطيتهم في السيارة، وفجأة شبحت الفتاة المجني عليها راكب الدروج، وليت لشقتي، طفيت الأنوار وسكرتها بمفتاح وجيت لشقتها هي، طقطقت الباب، قالت لي مين؟ قلت لها أنا نبي نأجر جديد أنا، قلت لها أنت مين مأجر لك أنا؟ قالت لي السلمان. وبعد الحاح مني قلت لها أخيتي بالله مين مأجر لك؟ قالت لي السلمان. قلت لها باي أخيتي أنا نبي نأجر جديد هنا في العمارة، ونبي نعرف السكان مني، ونبي نعرف العمارة شنو هذه ومين مأجر لك. بعد الحاح مني بفتح الباب، فتحت الباب وقمت بدفع الباب ودخلت وسكرت الباب وراي. وبعدها قمت بالاقتراب منها وهي تصرخ وتقول بالله عليك استر علي، الله يستر عليك. قلت لها اخيتي انا مش داير لك شيء. وقلت لها اني نبي نعرف من اللي ما جا لقيت الصمامي. فحاولت الاقتراب منها وقمت بسحبها الى الغرفه واغتصبتها. وبعد ما كملت عمليه الاغتصاب فجيت بنهرب نطلع من الشقة، فالتقطت لي صورة فرجعت إليها، أخذت منها تليفونها وطلعت من الشقة وسكرت باب الشقة وقمت بالهروب. وقمت بالهروب ورجعت إلى سابق عملي لأني كنت مستريح أن هي ما تعرفنيش وما فيش حد من الجيران يعرفني. وبعدها في الساعة الثانية ليلا فوجئت بالقبض علي من قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.